السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ معانا النهاردة خبر جديد وفيديو جديد، بس ياريت قبل ما نبدأ اخبارنا مننساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناة عشان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. وكمان خليكم دايما فاكرين شعارنا ولا تدور ولا تحتار، هتلاقي النهاردة كل خبر جديد دايما على طول عندنا وبس ان شاء الله. وما تنسوش كمان تشغلوا الاشعار علشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات. خبرنا النهاردة بيتكلم عن ان السوبر ستار راغب عليما وكمان سمارة ابو جبل الجميلة بتقدم يعني تهنئة للشعب السعودي والسعودية كلها، شان النهاردة السعودية بتحتفل باليوم الوطني للسعودية، واليوم الوطني للسعودية هو 23/9 من كل سنة بيحتفلوا فيه الميعاد ده باليوم الوطني للسعودية. اليوم الوطني ده اللي هي توحدت فيه المملكة كلها وبقت المملكة حاجة واحدة. ألف مبروك للشعب السعودي، يحفظ دايما كده السعودية وتكون دايما بألف خير هي وكل الدول العربية، ونشوفكم على خير ان شاء الله. فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.